إذن هذه هي المراحل الخمس على سبيل الإيجاز. دعونا نذهب إلى المرحلة الأولى. المرحلة الأولى مرحلة التجميع، يعني هذه الأدوات والآلات ثلاثة أنواع. النوع الأول المفردات، النوع الثاني التراكيب، النوع الثالث الأساليب. فما المفردات؟ المفردات يعني أنا الآن أريد أن أصوغ عقدا إداريا. العقد الإداري له مفرداته، له سياقاته، له جمله، له عباراته، له أنماطه اللغوية. عقد إداري يعني فيه مرفق، إشباع حاجات السلطة العامة، الممارسة، المناقصة، هناك فض المظاريف، كراسة الشروط، هناك الشروط الإدارية، هناك الإسناد المباشر. انظروا، وهذا نموذج بسيط يعني تشبيه تمثيلي للمفردات التي تطرق ذهنك عندما تذكر العقد الإداري. أما عندما تذكر العقد المدني، التزام طرف أول، طرف ثاني، اتفق محكمة العقار إن كان العقد عقاريا، يلجأان إلى محكم متفق عليه بينهما. انظر، يعني كل شيء سيأتي لك بصدى معين. ومن ثم كانت هذه المرحلة بأدواتها الثلاث مهاراتها على النحو الآتي. المهارة الأولى مهارة ندعوها بمهارة الحقل الدلالي، والمهارة الثانية هي مهارة الإيقاع التعزيزي، والمهارة الثالثة هي مهارة الاشتقاقات. فما هذه المهارات؟ هل ضربت لنا مثلا؟ هل قربت علينا الأمور؟ نعم، لبيكم وسعديكم، وها نحن ذا. مهارة الحقل الدلالي كما أسلفنا، يعني أنت ستصوغ ماذا؟ أي قضية تأتيك أنت لا إراديا أو على قدر مهارتك ودربتك سيقفز إلى ذهنك مجموعة من المفردات الكثيرة. يعني عندما تقول مثلا نريد أن نصوغ قانون، نصوص قانون أو نصوص مدونة سلوكية أو اتفاق يعني رسمي ما بين السادة المحامين والسادة مثلا أعضاء الضبط القضائي أو الشرطة مثلا، يعني ما الذي سيطرق إلى ذهنك؟ شرطة، مأمور ضبط، مباحث، قسم، حجز، محضر، يعني ضباط الشرطة، أفراد الشرطة، مأمور الضبط القضائي، رجال السلطة العامة، القسم، محضر، تفتيش، ضبط، قبض. هناك ذاكرة ستتدفق على ذهنك بقدر مهارتك وبقدر خبرتك ستأتيك. هذا هو الحقل الدلالي. يبقى إذن مهارة الحقل الدلالي كيف تأتي؟ تأتي بحسب المادة الأولية. عندما يعطيك أحد موضوع عام أو يعطيك أطراف هذا الموضوع، لسه المادة الأولية لم تتشكل تماما عنده، ولكن هذه الخطوط والأطراف عندما تأخذها وتكتبها، وكما قلنا لابد أن تكتب في ورقة وبيديك، على قدر استعمال حواسك، على قدر استجاشة ذهنك واستثارة أفكارك. صدقني، يعني الذي يكتب ويقرأ ويرفع صوته قليلا أفضل من ذلك الذي ينظر ببصره ولا يرفع قليلا من صوته ولا يتناول قلما فيخط به ولو خطوط. يعني كلما زادت يعني أدواتك الحسية المستعملة، كلما استجيش ذهنك واستثير فكرك، وكلما قفزت أفكارك هكذا. ومن ثم كانت هذه المرحلة مرحلة قبعة السلاسة والطلاقة والتدفق. تتدفق الكلمات، تتدفق الأساليب، تتدفق التراكيب، فلا تنقد نفسك. كل ما يرد على ذهنك ضعه، كأنما هي جلسة عصف ذهني مثلا، ضعه، اكتب كل ما يأتيك. هذه مرحلة تجميع كما قلنا. قمش، يعني ضع كل شيء بالقماشة، يعني كن كحاطب ليل. ودائما يعني العرب كانت تضرب المثل، يقولون فلان لا ينقد، فلان لا يميز، فلان كحاطب ليل. حاطب الليل كان يأتي بالقماشة فيحتطب، فقد يحتطب أفعى، يظنها عصا فيضعها فتلدغه فتأكله، والأمر على غيرها. هنا نحن نريد هذه المرحلة وسنخضعها للمرحلة التالية، ألا وهي مرحلة التمييز أو التفتيش. هذه مرحلة تقميش، والمرحلة الثانية هي مرحلة التفتيش. إذن المهارة الأولى والأبرز المهمة جدا للسادة القانونيين، السادة المهتمين بالصياغة أيا كان غرضها، هي مرحلة مهارة الحقل الدلالي. مرحلة مهارة الحقل الدلالي أنك عندما تستذكر موضوعا ستقفز على ذهنك مفردات وتراكيب وأساليب. هاتها كلها، اكتبها، لا تنقد نفسك، لا تفتش، ولكن اجمع، أرقش، أنقش، جمع، لا تنقد نفسك البتة. وإن أعطاك أحد فكرة اكتب، لا تناقضه، لا تجادله، لا تناقشه، حتى يعني يكون هناك حالة ثراء فكري وسيولة فكرية. هذه هي المهارة الأولى.
المهارة الثانية التي تأتيك بعد أخذ هذه المفردات، أيضا هي مهارة تتعلق كثيرا بالمفردات، مهارة تسمى مهارة التعزيز الإيقاعي. فما معنى التعزيز الإيقاعي؟ يعني كلمة ستأتيك رديفة بالكلمة التي ذكرتها، تتبع دائرتها الدلالية، وقد تكون على وزنها وإيقاعها لا بأس، نحن لن نكتب شعرا، ولكن كل ما يرد على ذهنك هاته، يعني تقول مصطلح جامع مانع، وقد تقول جامعا ماتعا، لا بأس، اكتب إلى الآن. هذه مرحلة تقميش، اجمع كل شيء وضعه في القماشة أو في شنطة العدة، لا عليك. ونقول مثلا يعني تركيز وتعزيز، سباق لحاق، وهذه المرحلة لا تتكلف، أنت لن يعني تخط قصيدة أو مقطوعة أدبية أو مقطوعة موسيقية، فهذه ليست أغنية وليست قصيدة، هذا نص، ولكن يسمح لك أن تأتي بالأشياء في غير تكلف. وما التكلف؟ أحد يقول هل هناك تكلف؟ أقول لك نعم، ده هناك فن اسمه فن الإتباع. ما فن الإتباع؟ فن الإتباع أن تأتي بكلمة مثل الكلمة الأولى، قد لا يكون لها معنى، ولكن أتيت بها للإيقاع اللفظي، وهذا يعني إيه؟ ابن فارس له رسالة فيه، والثعاليبي تحدث فيه، والسيوطي في كتابه المزهر تحدث فيه، ومما قالوه يعني سئل أحد الأعراب ما قولك شحيح بحيح، شيطان ليطان، ما هذه ليطان وما هذه بحيح؟ فكانت الأعراب يقولون هو شيء نتد به كلامنا، نتد يعني إيه؟ كالوتد، يعزز به الكلام فيصنع له إيقاع. فهذا قديما، نحن في القانون لا نريد تعزيزات إلا تعزيزات يعني عادية، حتى تكسب الصياغة سبكا وحبكا لغويا واستتماما للمعنى، لا نريد مجرد إيقاع، وإلا فالبديع مليء بشيء يسمى الجناس، وهناك جناس متكلف، وهناك قافية متكلفة، وأشياء مذمومة، وهذه المذمومات لا نريدها في العقود. وأحد سيسأل أقول له انظر إلى القرآن الكريم عباراته جميلة كذا غير متكلفة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه يعني كما قال الله تعالى كل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم التكلف، والتكلف يؤدي إلى التشدق ويؤدي إلى الإيقاعات المتزمتة. ونحن نعرف القصة المشهورة، قصة أبو عمرو الثقفي، هذا اللغوي المتحذلق الذي سقط في السوق مغشيا عليه، فلما اجتمع عليه الناس قال لهم ما بالكم قد تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، هيا فرنقعوا عني. هذا كلام يعني حوشي، كلام بعيد عميق من غرائب اللغة، لا يستحسن ولا يحبذ، ونحن طبعا ننأى عن ذلك مطلقا، ولكن نقول يعني دع قريحتك تأتي لك بأي مهارة دلالية أو مهارة إيقاعية، خطها دون تكلف. وهذا خلافا لهارون الرشيد أو غيره، يعني ممن كتب إلى عماله، قال إلى أحد عماله وكان غير مرضي عنه، يعني قال له كلاما من ذهب، ذكره القلقشندي في صبح الأعشى، وذكره النويري في نهاية الأرب، قال الرشيد كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. نعم، على رغم هذا الإيقاع الرائع إلا أن الكلام غير متكلف ومعناه مفهوم وليس فيه تزيدا، فهذا الأمر لا بأس به هاهنا. وكل هذا يخضع إلى الصلاحية القانونية، عندنا شيء في مرحلة التمييز، في مرحلة التفتيش، يسمى الصلاحية القانونية، هي صلاحية دلالية وصلاحية بنائية، يعني يسمح القانون بدخول هذا اللفظ أو ذلك الأسلوب أو تلك الجملة أم لا تدخل، فله حكم أيضا على اللغة لأنها لغة قانونية وليست لغة أدبية.